للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال أهلا بك وكل التحية. إذن هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم بتشديد الأجهزة الرقابية من الإجراءات وضرورة مراقبة أسعار السلع، كيف يتم التفعيل وعلى أي سلع وكيف يتم التسعير؟ إليك الكلمة أستاذ كمال. نعم، بداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا الموضوع الرقابة والأسعار وضبط الأسعار بيحظى بأولوية على أجندة الحكومة، وده طبعا بيأتي من خلال اجتماعات مستمرة لرئيس الوزراء مع كل الأطراف، سواء أطراف تنفيذيين وزير التموين أو الغرف التجارية وغيرها من الجهات اللي ممكن تكون يعني لها دور في عملية ضبط الأسعار. النهاردة رئيس الوزراء كانت تصريحاته حاسمة بشأن ضبط الأسعار، وأشار إن كان فيه تلاحظ إن فيه وجود تفاوت في الأسعار وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان، وطبعا البعض بيستغل الظروف الاستثنائية اللي بيمر بها العالم كله وأزمة غير مسبوقة بيمر بها العالم عشان طبعا يحاول إن هو يتربح بشكل غير مبرر. رئيس الوزراء أشار إلى إن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية ضمان توفر السلع بالأسعار المناسبة، عشان كده وضع ضوابط واجراءات صارمه في تكليفات الاجهزه الرقابيه ان هي تعطي مهله محدده، بعدها هيتم المرور من خلال الاجهزه الرقابيه المعنيه، وهيتم التعامل الفوري مع اي منفذ لا يلتزم باعلان الاسعار السلع او يغالي في الاسعار او يحاول اكتناز السلع واخفائها عن المواطنين. في تكليفات كما اكد رئيس الوزراء للاجهزه ان المنافذ اللي تقوم بذلك سيتم اغلاقها، ومش بس اغلاقها لكن ايضا هيتم مصادره السلع اللي بتعرضها وهيتم اعاده بيعها لصالح المواطنين. وعشان يعني تعطى مهله او يعني عشان تطبيق هذه القرارات تم منح مهله محدده لتوفيق الاوضاع، بعدها على طول الاجهزه الرقابيه هتتحرك. المهله دي لسه لم تحدد يا استاذ كمال، مش كده؟ لا، هو طبعا المهله هتكون يعني ايام، يعني هو طبعا ما تمش يعني النهارده الإعلان بالتفصيل، لكن هي لن تزيد عن أيام محددة. طب أنا كمتلقي أو مستهلك الآن سأذهب إلى فكرة كيف يتم تحديد الأسعار، يعني فكرة الأسعار المغالى فيها، وأن هناك أكثر من تسعير، هل ستصبح هناك ما يشبه التسعيرة الجبرية في بعض السلع الأساسية على الأقل؟ الحقيقة هي في تنسيق هيتم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية. هذا التنسيق هيتم من خلاله وضع زي ما يشبه قوائم اسعار بتحدد التسعير العادل للسلع، بحيث يعني يبقى معروف ان السلعه سعرها لن يزيد عن حاجه معينه او عن مبلغ معين يعني. وهيتم المهم انه يتم اعلان ذلك. الحقيقه طبعا في ضوء هذه القوائم الاسترشاديه للاسعار يعني يكون مكتوب على الارفف مثلا هيكون مكتوب على سعر كل سلعه، لابد ان يكون مكتوب عليه. نعم، هتكون مكتوبه في ضوء طبعا الاسعار اللي هتحددها وزاره التموين مع الغرف التجاريه، الغرف التجاريه طبعا ممثله للتجار، بتمثل التجار. نعم، فالاسعار هيتم يعتبر نوع من التوافق ما بين الحكومه وبين التجار نفسهم. اعتقد في هذه الظروف امر مهم للغايه، قرار مهم يعني على ان يكون ملزما. شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، تحياتي اليك.